سيادتك كل لوحة من دول معنى من المعاني، ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، مع سطر يشرح معنى الآية مع الترجمة. سيادتك هنا يعني معنى بديع وغير مسبوق، ويمثل كشف عجيب نقدمه برضو للبشرية بأكملها. وجد بعد التأمل والتدبر يا فندم إنه في ثلاث مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، وصفها الله تعالى بالأمان. الأول الجنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. الموضع الثاني المسجد الحرام، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الموضع الثالث مصر، أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإحنا سيادتك أخذنا آمنين من الآيات الثلاثة وثبتناها، وكبرنا الموضع المذكور في كل آية مع كثرة ما كتب حوالين ذكر مصر وتبجيلها في القرآن الكريم، لكن يظل هذا المعنى من المعاني العزيزة. وبعد كده سيادتك مصر في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم، ثم سيناء في القرآن العظيم وفي الإنجيل وفي التوراة، يعني إشارة إلى ما تحظى به مصر من تقدير في سائر الكتب السماوية وفي الوحي الإلهي على تعاقب أطواره. بعد سيادتك ما يعني تم صناعة هذا الإبداع، تم تحويله إلى صورة أخرى في القاعة المقابلة لسيادتك. نفس المضمون سيادتك اللي موجود هناك تم تحويله إلى هوية بصرية أخرى في اللوحة اللي هنا. ودي سيادتك الإبداع اللي فيها أنها مش رسم، دي برضو نحت في الرخام، فالمجهود المبذول فيها مجهود ضخم يعني ومضني. نفس المضمون سيادتك، يعني مصر وصفت بالأمان مع جنات النعيم ومع المسجد الحرام، مصر في التوراة والإنجيل والقرآن، سيناء في التوراة والإنجيل والقرآن.